أريد نتعرف على مبالغ المنافع الاجتماعية لشركة الموانئ العراقية، تفضل حضرتك. بالنسبة للمبالغ الخاصة بباب النفع العام، باب صرف النفع العام، هي عدة أبواب في قسم المالي، ومنها باب النفع العام 3836، هذا الباب خاص بصرف دعم الدوائر الحكومية والمؤسسات 10 مليار سنويا. وإحنا 10 مليار دينار، 10 مليار دينار عراقي سنويا. نعم. تصرف هذه ضمن ضوابط وآلية قرها مجلس إدارة الشركة الموقر بضوابط بالعدد 218 في 15/7/2020. هذه الضوابط تبدأ من صلاحية الصرف من محافظة البصرة متمثلة بالسيد المحافظ المحترم ومن يخوله النائبين، وتعرض على السيد المدير العام المحترم بموافقته، ثم ترسل إلى لجنة النفع العام تطبق ضمن ضوابط. فإذا كانت مقبول الطلب من الجهة الطالبة تجرى عليها كل الإجراءات القانونية، ثم ترسل إلى القسم المالي لصرف صك إلى الجهة الطالبة. طيب كيف تحدد يعني شكل المشروع؟ كيف يحدد الشكل المشروع؟ الشركة العامة الموانئ العراق ما معنية بالمشاريع، لكن معنية بالدعم والصرف. نعم. احنا كل الدوائر حسب الضوابط اللي قرها مجلس إدارة الموقر، كل المؤسسات الحكومية والجهات الطالبة ترفع طلب إلى محافظة البصرة، ومحافظة البصرة تعطف بكتاب إلى شركتنا تعرض على أنظار السيد المدير العام، وإحنا يرسل إلينا السيد المدير العام حسب الضوابط. أما الجهات الغير معنية فهي الجهات الغير حكومية وكذلك جهات المؤسسات المجتمع المدني. هذه المشاريع ما الذي نفذ منها عام 2023، وما الذي ينفذ حاليا، وما هو في الخطة نفسها؟ أغلب المشاريع اللي وجهت الطلبات إنك شركة عامة موانئ العراق أغلبها نفذت، وبالإمكان تطلعون على إحصائية كاملة بالمبالغ وبالمشاريع اللي نفذت، وعدنا مشاريع في طور التنفيذ باعتبارها الطلبات كانت حديثة والآن في طور التنفيذ لا زالت موجودة بمخصصة بمبالغ خاصة، وكذلك نطالب الجهة الطالبة بإرسال إن إنجاز بالتفاصيل بالنسب المنجزة من المشاريع. نعم. هل هناك سقف لمبالغ المشاريع؟ هل هناك يعني مشروع هذا حد يعني هذا حد الصرف له، ومشروع أدنى، يعني هل هناك حدود لصرف المبالغ؟ الجهات الطالبة، الدوائر الرسمية الطالبة من تستكمل الأوراق الثبوتية لها، احنا ما معنيين بالسقوف، السقوف ما معنيين بها ولا محددة بحد معين، حسب حاجتهم وحسب طلباتهم وحسب إنجازهم ومشاريعهم. الأقيام المالية مسعرة حسب الكشف الخاص مالهم، وتأتينا إلى شركة العامة الموانئ العراق، احنا كذلك عندنا لجان خاصة تطلع إشرافية عليهم تقيم الإنجاز تقيم الكشف وتخرج بنتيجة المبلغ الخاص بها. أما الأقيام لا، الأقيام والأسعار والمبالغ حسب قرار مجلس إدارة الشركة الموقر أنه صلاحية السيد المدير العام المحترم 200 مليون، ما زاد على 200 مليون يعرض على مجلس إدارة الشركة الموقر للمصادقة عليه. نعم. متى يتم التقديم للمشاريع؟ هل هناك أيضا وقت محدد للتقديم من قبل الدوائر المستفيدة للمشروع؟ يعني بداية كل سنة مثلا، بما أنه كل سنة لها 10 مليار. نعم. فهل هناك سقف أيضا أو وقت زمني محدد للتقديم؟ لا، إحنا الدوائر الطالبة الجهات المستفيدة حسب حاجتها وضرورياتها للأمور اللي تستفاد منها. نعم. تقدم الطلب في حينها في أزمانها، إحنا ما معنيين بالموضوع، احنا فقط عندنا الاموال تصرف حسب حاجه الدائره اللي تقوم. ايضا هناك اليه للتعاقد مع الشركات التي تنفذ المشاريع؟ اليه صرفنا، عفوا، اليه الصرف من خلال الشركه العامه للموانئ العراق، احنا عندنا اليه وضوابط. نعم.
فإحنا نصرف إلى الجهة الطالبة، كل جهة طالبة ودائرة رسمية نطلب عنها حساب خاص مصرفي، حساب مصرفي خاص نرسل لها صك على هذا الحساب، غير ذلك لا، ما ما ما, ما موجود عندنا حسب ضوابطنا المعمول بها في شركتنا. حضرتك قلت أنه هناك آلية للصرف، نعم. العام الماضي هل تم صرف كل المبلغ؟ يعني 2022 هل تم صرف كل المبلغ العشرة مليار دينار من المنافع الاجتماعية على جميع المشاريع؟ إذا تبقى مثلا، إذا أكو هيك إمكانية أنه إذا تبقى من المبلغ يدور، كيف يكون التصرف؟ هذا حسب باب الصرف في القسم الشؤون المالية هم المعنيين بالموضوع. أما الصرفية سنة 22، نعم احنا صرفنا 7,898,000,000 دينار عراقي في عام 22. هذه تخللت من على قطاع، عندنا على عدة القطاعات، القطاع الصحي، وصرفنا القطاع الصحي في عام 2022 800,500,000. والقطاع التربوي كذلك صرفنا له 3,242,000,000. والقطاع الأمني كذلك شاركنا بالصرف له ب4,000,000. نعم، وبعدين جانا تعزيز القطاع الأمني صارت 400,000,000. نعم 400,000,000 قطاع. فيما يخص كذلك حتى ما أنسى الحشد الشعبي، الحشد الشعبي احنا ساهمنا في كثير من دعمه بتقريبا 450,000,000 دينار عراقي في عام 22، كذلك مجلس القضاء الأعلى، كذلك الدوائر الخدمية الأخرى المتمثلة بمديرية طرق وجسور البصرة صرفنا لها، ودوائر الكهرباء كذلك ساهمنا بإنجاز بعض الأمور، وكذلك مطار البصرة حتى ما أنسى، نعم، وديوان محافظة البصرة كذلك تم صرف إلى مبالغ خاصة، كذلك آخر شيء تم صرف مبلغ إلى الإذاعة والتلفزيون لتطوير وتوسيع الإذاعة والتلفزيون في عام 2022. إذاعة والتلفزيون أي يعني الرسمية؟ الرسمية تابعة المؤسسة الحكومية، شبكة الإعلام العراقية. نعم. طيب هل هناك صرف لقطاعات غير حكومية؟ بالنسبة للآلية والضوابط اللي نعمل بها في شركتنا تمنع علينا التعامل ويا الدوائر الغير الرسمية. ماكو أبواب صرف؟ ما في أبواب صرف للدوائر الغير الرسمية، فقط الدوائر الحكومية الرسمية. هذه القطاعات اللي صرفتوها حضراتكم، نعم، هل أنتم معنيين بطبيعة هذا المشروع؟ إن كان القطاع الصحي مثلا معنيين أنه مثلا راح تنفذ مستشفى، مستوصف، مركز صحي أو غيره، أم أنتم غير معنيين؟ أنتم يعني تصرفون المبلغ حسب الجهة المستفيدة اللي طلبتها وهم ينفذون المشروع، لكن أنتم تطلعون على وتيرة سير العمل، صحيح؟ ست، هناك لجان إشرافية وهناك لجان رقابية، والطابق الإنجاز والنسب الإنجاز، إحنا الشركة العامة معنية بصرف المبلغ، لكن عندها لجان إشراف، عندها لجان مراقبة تراقب، والجهة الطالبة اللي تطلب وتسوي تبعث لنا إنجاز على ضوء هذا الإنجاز شنو النسب اللي نسب. نعم حسب، نعم، النسب اللي موجودة بالمشروع مالتهم. ويتم الصرف على أساس كل نسبة؟ لا، إحنا نصرف الصرفية ما لها علاقة بالإنجاز، الإنجاز عندنا لجان إشرافية تدقق المبالغ اللي أخذت إلى مثلا قطاع التربوي. قطاع التربوي على سبيل المثال إذا طلب مقاعد دراسية والمبالغ المخصصة خلال كشفهم هم، نعم، الكشف الفني 200,000,000، نعم، إحنا نقوم بصرف 200,000,000 وعدنا لجان من خلال صك نصرفه إلى حسابهم المصرفي، وعدنا لجان مطابقة وإشرافية تدقق عليهم وتطابق عليهم حتى إلى أن ينتهي الإنجاز منهم. تجيكم يعني قائمة كاملة بالصرفيات؟ نعم، في كل شيء اللي تم تخصيصها. نعم، مرفقات الطلب مالتهم ومرفقات حتى بنوعية العروض اللي جايبيها من الأسواق المحلية. حاليا احنا ب23 وصلنا الى شهر تموز. نعم. ممكن نتعرف على طبيعة المشاريع اللي تم تنفيذها او اي قطاعات والمبالغ اللي صرفت وماذا في الانتظار؟ المشاريع اللي انجزت خلال عام 23 بصراحة أكثر بكثير يعني من سابقاتها، فكذلك هم نفس الحالة تكون القطاع التربوي يتصدر الموضوع. نعم،
باعتبار الحاجة ملحة من مديرية تربية البصرة. نعم. فكانت الشركة العامة للموال العراق مسعفة لهذه الطلبات. نعم. وكذلك لحد الآن لحد شهر 6 الآن صرفنا إلى 2,200,000,000 إلى قطاع التربوي فقط. نعم. كذلك القطاع الصحي الآن لحد هذا التاريخ صرفنا 135,000,000 لهم، وكذلك القطاعات الأخرى فيما يتضمنها القطاع الأمني، الحشد الشعبي، دوائر الخدمات الأخرى. مثل ما ذكرت حضرتك القطاع التربوي حصل على حصة الأسد خلال هذا العام. نعم. أنتم ما معنيين بطبيعة المشروع ولا معنيين بسقف الصرف، لكن أنه لا يتعدى مثلا هذا حسب الصلاحيات وضوابط وشروط مجلس إدارة الموقر. نعم. نتعامل معهم. وأرجع أكرر إذا كانت 200,000,000 فما دون صلاحية السيد المدير العام المحترم، أو ما زاد على ذلك فيعرض على مجلس إدارة الشركة، هو يقرر في حينه أما أنه يصرف أو